في نايل، السلام عليكم. بدها تبيض بابات، يعطيك العافية. هي أول مرة بتبيض من هذا الفحل. هذا الفحل كمان من عنا، من إنتاج المحمية. وهي الأنثى وهي البيضة، واتطرخت اليوم. أحلى شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لحقتها هيك، شفتها راح تبيض، كنا نوثق هاي اللحظات. هيك بنعرف اليوم والتاريخ التفقيس وعمر الفرخ، يعني ان شاء الله نطلعوا فراخ. وهدول حطيناهم جدد على بعض، احمر على هاي الصفرة، كازندي احمر، كازندي صفرة، شكالي كازنديات. احلى شباب، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بس حبينا هيك الفيديو هذا نوثقه لهدول الطيور، كانت عم تبيض والحمد لله بارت. كمان تشاهدون بالفيديو، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.